الشعب خوان، هيبت الشعب خوان. وهاي الوقفة بنخصصها لأهلنا بفلسطين، نشكرهم اللي وقفوا مع أهلنا لحتى يطلعوهم من الخيم لكتل سكنية، اللي بذلوا الغالي والنفيس لحتى يخرجوا أهل سوريا من الخيم للكتل السكنية. فنحن نتشكركم شعب سوريا وشعب فلسطين بإذن الله عز وجل، قلب واحد ورجل واحد، وثورتنا منصورة بإذن الله. اليوم نحن جينا على ساحة سبع بحرات كوقفة تضامنا واحتجاجا على المجزرة اللي صارت بمدينة الباب، راح ضحيتها الأبرياء. طبعا الرسالة موجهة لجير بيدرسون اللي عم يقدم خطوة بخطوة باتجاه النظام على حساب ودماء الشعب السوري البريء. منوجه بهاي الذكرى كمان التحية للشعب الفلسطيني اللي وقف مع أخوته النازحين في الشمال السوري، وألف شكر إن شاء الله. ونحن ما زلنا صامدين وواقفين على ثوابت الثورة السورية، ونرفض أي تطبيع أو تعويم لنظام بشار الأسد.